مشاكل بين عمر السومة والنادي الأهلي وكارلوس إدواردو ينفجر أخيراً، وهاسي يودع النادي الأهلي وجمهوره بعد مباراة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فارس أو فارس أوفيشال. مقطع جديد، مقطع اليوم راح يكون حديثي عن مباراة النادي الأهلي والفتح اللي أقيمت اليوم. ولكن قبل بداية مقطع اليوم وقبل ما أبدأ حديثي عن هذه المباراة، أتمنى إذا كنت جديد على القناة توقف المقطع الآن، وزي ما تشايف فوق على الشاشة طالع لك كلام اضغط عليه واشترك، وخلينا نوصل 120 ألف مشترك اليوم، باقي لنا أقل من 5000 مشترك، وأوعد أي شخص يشترك إنه بإذن الله يستمتع في محتوى القناة. الشيء الآخر، اضغط زر لايك ونوصل هذا المقطع 1000 لايك، ونشر مقطع في كل مكان. وللإعلان والتواصل طالع لكم الآن عبر الشاشة حسابي في الانستغرام، تابعوني هناك أنزل أخبار وفعاليات يوميا. وخلونا الآن نبدأ في مقطع اليوم ونبدأ حديثا عن مباراة الأهلي والفتح. ولا تنسون ايضا تذكرون الله عز وجل، زي ما انتم عارفين قيمه مباراه الاهلي والفتح اليوم، وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 1-0. بدا فيها مدرب النادي الاهلي بالتشكيله التاليه: حراسه المرمى محمد الربيعي، قلوب الدفاع دان كلير وفهد الحمد اللي لعب اساسي للمره الاولى وقدم مستوى جدا جيد وممتاز، حتى في الظهير الايمن علي مجرشي، في الظهير الايسر اليوسكي، ثنائي خط الوسط كوم وبرادريتش، في الجناح الايمن ايمن يحيى، في الجناح الايسر هيثم عسيري، صانع اللعب كارلوس ادواردو، والمهاجم العقيد عمر السومة. بخصوص مباراة اليوم، فخليني أكون صريح معاكم، المباراة اليوم جدا سيئة من ناحية النادي الأهلي على المستوى الجماعي داخل أرضية الميدان. الأهلي عقيم جدا جدا وما عنده أي حلول، وهذا الشيء يعود لسبب واحد فقط. وش هو السبب يا فارس؟ هو المدرب بزنك هاسي. هذا المدرب يا أخوان ما عنده أي حل داخل أرضية الميدان، مدرب عقيم عقيم جدا جدا جدا، واختياراته غبية جدا يا أخوان. يعني الصراحة برادريتش من أغبى الصفقات اللي شفتها. صحيح اليوم قدم مباراة ليست بسيئة وليست بممتازة، ولكن لاعب ما عنده أي حلول هجومية داخل أرضية الميدان. كارلوس إدواردو المركز الوحيد اللي ممكن تلعبه فيه هو مركز المهاجم أو ممكن محور ثمانية. في مركز الصانع لعب ما تقدر تعتمد عليه أبدا، اللاعب ما يعطيك أي حلول داخل أرضية الميدان. وإيش المشكلة؟ أنه في الدكة ما في أي لاعب، وهذا أيضا يعود على اختيارات المدرب وعدم طلبه للعيبة موجودين على الدكة ممتازين. يعني تتكلم اللاعب الوحيد اللي في الدكة عندك غير عبد الله المقرن تقدر تعتمد عليه كحل هجومي هو محمد مجرشي. يعني سابقا كان عندك المؤشر ممكن يقدم لك شيء، لكن الآن أنت ما عندك إلا لاعب واحد فقط على دكة البدلاء ممكن تعتمد عليه في هذه المباريات. مين هو اللاعب؟ محمد مجرشي، اللي ما راح يفيدك أبدا داخل أرضية الميدان. شخصيا أعتبره هو مدافع خامس للخصم. نعم، محمد مجرشي مدافع خامس للخصم. أما بخصوص دان كلير وفهد الحمد، فبكل ما أنا وصدق هم النقاط الإيجابية الأبرز في مباراة اليوم. بكل ما أنا وصدق يا جماعة الخير، فهد الحمد عنده إمكانيات جدا مميزة، في كل مباراة ياخذ فيها الفرصة يثبت انه مدافع جدا ممتاز وعنده امكانيات جدا جيدة وقابل للتطور. وانا متأكد لو يستمر المدرب بإعطائه فرص، هذا اللاعب راح يتطور بشكل كبير ويكون من اهم المدافعين باذن الله للنادي الاهلي، خصوصا انه يمتلك بنية جسمانية كويسة وايضا الطول عنده جدا ممتاز، الى جانب دان كليري زي ما قلت لكم في كل مباراة قاعد يقدم مستوى جدا جيد. محمد الربيعي ايضا من اهم نجوم المباراة، ما شاء الله تبارك الله عليه، هذا الحارس في كل مباراة ايضا قاعد يتطور. أما بخصوص فرانكوم، ففرانكوم في مباراة اليوم أيضا قاعد يتطور هذا اللاعب يا إخوان، الصراحة مشكل يعني تقدر تقولون رابط دفاعي أو نقدر نقول ثلاثية دفاعية مع بريرا والحمد جدا ممتازة، قاعد يغطي عليهم في فترات كثير، وإذا صارت منهم هفوات تلاقي فرانكوم موجود على طول عشان يسدد أو نقدر نقول يغطي الأغلاط اللي بتصير من المدافعين الموجودين في النادي الأهلي. فرانكوم صراحة حتى الآن صفقة جدا ناجحة وأهنيهم عليها، وبإذن الله يستمر ويتطور في الفترة القادمة. أما عن فيليب برادريتش، فاللاعب مستواه جدا عادي، ما تقدر تقول عنه الممتاز أو السيء في مباراة اليوم. بخصوص كارلوس إدواردو، زي ما ذكرت لكم اللاعب إذا لعبته في مركز المهاجم ممكن يفيدك، وهذا اللي صار. الأهلي اليوم سجل هدف التقدم عن طريق كرة كارلوس إدواردو، أو نقدر نقول عن طريق وضع كارلوس إدواردو في منطقة الجزاء واللعب به كمهاجم صندوق، وهذا اللي صار. اللاعب يوم لعب كمهاجم صندوق سجل وما قصر أبدا. أما أنك تلعبه في مركز صانع اللعب صعب جدا على العمر الحالي اللي وصل اللاعب، وغير كذا ما عنده الحلول المهارية المميزة جدا. علي مجرشي موهبة مميزة جدا وقابلة للتطور، وإذا استمر على هذا المستوى الحالي وطور من نفسه راح يكون من أهم الأظهرة الموجودين في المملكة العربية السعودية، ومتأكد أنه راح يغطي بإذن الله كل فشل الأظهرة اليمين السابقين في النادي الأهلي لو تطور. اليوسكي اليوم استعاد مستواه نوعا ما، واثق بإذن الله في المباريات القادمة راح يقدم شيء أفضل وأفضل.
عبد الله المقرن شكرا لهذا اللاعب، لانه في كل مباراه قاعد يعتمد فيها المدرب عليه قاعد يقدم حلول هجوميه جدا مميزه للنادي الاهلي. وخلونا الان نتكلم عن موضوع العقيد عمر السومه. عمر السومه اليوم شفناه طلع من ارضيه الميدان وهو معصب ورمى شاره القياده على ارض الملعب وخرج كذا ولا كانه شايف احد. هو اولا تصرف غير اخلاقي من العقيد عمر السومه. صحيح انه المدرب خرجك وانت نجم من اهم نجوم الفريق، وفوقها دخل لاعب عادي جدا مثل محمد خبراني ما راح يقدم اي شيء للنادي الاهلي داخل أرضية الميدان. وانا اتفق انه بالفعل مدرب النادي الاهلي ما له داعي يسوي للاعب زي كذا، ولكن مهما صار يا عمر السومه انت كابتن وانت لاعب كبير ولك اخلاقك ولك احترامك، لذلك ما هي حلوه منك تطلع، او نقدر نقول ما هي حلوه منك نعم انت يا عمر السومه تطلع منك هذه الحركه، خصوصا انك ترمي شاره القياده على ارض الملعب ولا كانك شايف احد. يعني احترم الجمهور واحترم اداره النادي الاهلي اللي ما قصرت معاك ابدا. يعني حسب ما وصلني الان اداره النادي الاهلي صرفت رواتب شهرين لجميع اللعيبه. يا أخي احترم الناس اللي مقدرينك ومعطينك حتى الآن فرصة رغم أنك فترات كثير ما قاعد تقدم المستوى داخل أرضية الميدان. أنا أحب عمر السومة وهو من أحب اللعيبة إلى قلبي، ولكن هذا التصرف غير مقبول منه أبدا، وإن شاء الله أن عمر السومة يتعدل في المباريات القادمة وما عاد نشوف منه هذه التصرفات، لأنها ممكن تطلع من لاعب شاب لكن تطلع منك أنت كابتن النادي الأهلي ولاعب لك محبتك واحترامك ما هي حلوة أبدا أبدا أبدا. ورغم ذلك جمهور النادي الأهلي راح يتجاوز هذه الزلة من العقيد، وأكيد عمر السومة ما ننسى وش قدم مع النادي الأهلي، وبإذن الله نشوفه يرجع للتسجيل في المباريات القادمة. وبخصوص بزنكاسي فتم التأكيد الآن، مباراة اليوم راح تكون المباراة الأخيرة لبزنكاسي في حال اتفقوا مع مدرب بديل. نعم إدارة النادي الأهلي الآن ماشي على عدد من لو نقدر نقول خطوط من المفاوضات، من أبرز هذه المفاوضات عندنا المدرب البرتغالي فيتوريا، وأيضا يقال إنه رجعت بعض المفاوضات الخفيفة جدا مع خيسوس، وفي مفاوضات مع لوشيسكو. بإذن الله واحد منهم يكون مدرب النادي الأهلي في الفترة القادمة لو وافق، ولو ما وافق راح يكمل هاسي إلى مباراة الفيحة. ونتكلم عن جدول النادي الأهلي في الفترة القادمة، فالأهلي راح يمر بجدول جدا صعب، لذلك إذا ما قدرت تجيب مدرب ممتاز مثل خيسوس أو فيتوريا ابقى على هاسي ألين ما تلقى المدرب المناسب، لأنه أنت تحتاج الاستقرار إذا ما راح تجيب مدرب ممتاز. عندك 3 مباريات في ظرف 9 أيام، أنت تحتاج كل الانتصارات في هذه المباريات. نتكلم عن مباراة الفيحاء في الدوري اللي لو هزمت الفيحاء فيها راح تتعدى الفيحاء وتدخل ضمن أول 7 مراكز، وبعدها مباراة الشباب في كأس الملك مباراة جدا حاسمة وهي فرصتك الوحيدة نقدر نقول عشان تتأهل لآسيا هذا الموسم، وأخيرا بعدها مباراة الديربي بأمام نادي الاتحاد. لذلك هيكون مدربك فيها مدرب كبير مثل فيتوري أو خيسوس، أو ابقى على هاسي ولا تروح تجيب لي رامون دياز والأسماء العادية جدا اللي ما راح تقدم لك أي شيء في النادي الأهلي في الفترة القادمة، وممكن حتى يسبب لك مشاكل بين اللاعبين. لكن هاسي على الأقل يعرف اللعيبة وعاش معاهم فترة، لذلك أنا أقول لكم من هذا المنبر إذا ما بتجيب مدرب كبير ابقى على هاسي، أما إذا بتجيب مدرب كبير أنا أول الداعمين لقرار رحيل هاسي. على العموم شاركوني رأيكم في التعليقات حول جميع مواضيع حلقة اليوم، وإذا وصلت لهذه النقطة من المقطع ولسه ما اشتركت طالع لك الآن شعار القناة اضغط عليه واشترك، وخلينا نوصل 115,000 مشترك اليوم، واوعد اي شخص يشترك انه باذن الله يستمتع بمحتوى القناه، واختار اي واحد من المقطعين الموجودين في الشاشه وعد باذن الله انه يعجبك. ولا تنسى في ختام كل مقطع تذكر الله عز وجل وتتابعني عبر حسابات في مواقع التواصل الموجوده تحت في التعليقات والوصف. ولا انا اقدر اقول لكم حبايبنا شكرا لكم ومع السلامه.